قدم مرتضى منصور رئيس الزمالك اعتذارا لجماهير الاهلي عما بدر من باسم مرسي في مباراة القمة التي جمعت الاهلي والزمالك امس الاثنين، وانتهت بفوز الاحمر بهدفين نظيفين. قال رئيس الزمالك في تصريحات إذاعية أنه يتقدم باعتذار لإدارة الأهلي وجماهيرها عما حدث، مشيرا إلى أنه كلف إسماعيل يوسف المشرف على الكرة بإعداد تقرير عن الواقعة لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه اللاعب. كان باسم مرسي قد لوح بإشارة بذيئة تجاه جماهير الأحمر في نهاية الشوط الأول من القمة 114 بالأمس.